وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف السيد خالد الشاعر، نائب رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان. سيد خالد، بعد التحية، واضح من هذه القصص المؤسفة التي نسمعها من الصيادين أنه عمل ممنهج من الجانب القطري ومخطط ومتفق عليه من قبل جميع السلطات في الدوحة لمضايقة بحارة البحرين، من منظور حقوقي ومن منظور إنساني أيضا، كيف تصف هذا الأمر؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا نشكركم على هذه الجهود القيمة. أيضا أريد أن أوضح أن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان انطلاقا من دورها الرقابي والحقوقي، احنا رصدنا كثير على مدى الأعوام السابقة من معاناة الصيادين جراء الانتهاكات اللي يتعرضون لها من السلطات القطرية. فتعرضهم للتخويف المميت في وسط البحر، وتعرضهم جسديا أيضا في البحر ومعنويا، وتضررهم ماديا في قطع أرزاقهم، ونفسيا حيث يضعون في السجون دون دم. وللأسف الشديد جميع ما مروا به الصيادين على مدى العشر أعوام السابقة من هذه الانتهاكات نعتبره إخلالا بالمبادئ الإنسانية وحقوق الإنسان في حق الصيادين للعمل وطلب الرزق، وأيضا إخلالا لجميع المواثيق الدولية والمعاهدات وحقهم في الحياة والأمان الشخصي، وأيضا حقهم في حرية التنقل، كما هذه المواضيع تكفلها جميع المواثيق الدولية. ومن هذه النقطة لازم أؤكد على أهمية احترام حقوق الإنسان من المبادئ الواردة في الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، حيث أن ما حصل والاستمرار به يعد انتهاكا صارخ وصريح لحقوق الإنسان، ويعرض حياة الأبرياء للخطر. وندعو أيضا لاتخاذ جميع الإجراءات اللي تهدف لحماية حقوق الإنسان في البحر، سواء كانوا مواطنين أو أجانب يساعدونهم في طلب الرزق. ومن هنا أبي أشيد بالدور البارز اللي قامت فيه المملكة متمثلة بوزارة الداخلية بقيادة الشيخ راشد بن عبد الله في الاجتماع بالبحارة والاستماع إلى معاناتهم في طلب الرزق وتعرضهم للانتهاكات القطرية. وهذه الأمور لابد أن ترفع، يعني في نظري الشخصي لابد أن ترفع إلى أعلى مستوى، نعم، وأجهزة حقوقية في الأمم المتحدة متمثلة في مجلس حقوق الإنسان في جنيف. أريد أن أشيد بتوجيهات جلالة الملك أيضا الله يحفظه ويطول في عمره بتعويض الصيادين وتذليل العقبات وحمايتهم مما يتعرضون له. فنحن في البحرين نملك من المؤسسات الحقوقية اللي ترصد جميع هذه الانتهاكات في دولة المؤسسات والقانون، نعم، التي تأتي من منطلق ميثاق العمل الوطني الذي أرسى به جلالة الملك الله يحفظه. نعم، السيد خالد الشاعر، نائب رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، شكرا جزيلا لك.